لك العمى رمت العرب عربين ودار الدنبه بوشيت. ايه اوف العمى يا صحيح ابو صهيل، الي يومين بدي اقول لك وعم بنسى. خير شو في؟ يقبر قلبي حمدي، بدو اياني يصير مسؤولي عن طلة الجوقة عنده ليطلعوا على المسرح بأحلى طلة، بقى أنا مش مطولة عندك كرمال تدبر حالك يعني. لا يا شارلوت لا، يعني بعد كل هالمدة بدك تتركيني وتمشي؟ إيه والله مو ظابطة. طب يقبر قلبي بده هيك، شو بدي أعمل طيب؟ لا تعملي شيء، شغلة بسيطة. خلص بتجيب غيري، شو هالمشكلة يعني؟ آه جيب غيري؟ إيه منجيب، منجيب ولا منجيب؟ لك منجيب ولا يهمك. يا سلام، شو بدنا أحسن من هيك؟ بدل ما نحن نروح لعندهم وجهن لعنا ومنطلع منغني على مرسح أسير العشق، من هونيك منلعب لعبتنا. إيش أنت على شو ناوية؟ شو على شو؟ ناوية نعرف، ناوية يوقف الضوء عندي، وحدا أحسن من حدا. إيه؟ إذا هيك اتكلنا على الله.